ثواني ابلغ الباشا. ماشي. ها خير يا بابا؟ بصراحه يا باشا انا كنت جاي اسال عن المحضر، اصل يعني محدش كلمني ولا رد عليا. ومالك قلقانه كده ليه؟ انا مش قلت لك ان انا وعمر بيه هنقف معاك في القضيه دي لاخر نفس؟ كلمي يا بابا. خايفه يا باشا؟ لا لا لا، ايه الموضوع خايفه ده؟ مش انت ده، انت قرده، انت بنت بلد مجدعه وما يتخافش عليك، ده غير انك انت عامله محضر في الضابط شرطه، يعني خبطه فينا كلنا. اديك قلتها بنفسك يا باشا، عرفت ايه اللي مخوفني؟ هو انا قلت ايه؟ معقول يعني يا باشا انتوا يعني حضرتك وعمر باشا هتاخدوا صف واحده زيي والموضوع خابطكم كلكم؟ يعني انا خفت ان اللي مخوفني يطلع صح. مخوفك ايه اللي يطلع صح؟ انكم يعني يا باشا تكونوا بتقسموا عليا ومؤاخذه يعني. على اساس ان احنا يعني في سويسرا يعني، والناس عماله تطبطب على بعضها ويحضنوا بعض، واحنا مرميين كده لا شغل ولا مشغله، فربنا اكرمنا برباب نازله لنا من السما ونقسم عليها بقى ونضايقها. ايه الجنون ده يا رباب؟ معلش يا باشا، ما انتوا اللي عودتونا على كده. احنا؟ ليه؟ اللي كنا بنشوفه منكم يا باشا واللي لسه بنشوفه. كل الحكايه يا باشا انه يعني اللي بتعملوا له حساب النهارده اتغير، بس لسه الاساليب هي هي، والواصل بس هو اللي بيتعامل مع الصح. والله يا رباب انا مش عارف ارد عليكي، بس يعني اقدر اقول لك عن نفسي، انا عمري ما وقفت مع حد ضد اي حد الا لما اكون مقتنع انه صاحب حق. بالنسبه لك انت بقى بالذات انا مصدقك، مقتنع بقضيتك ضد التلاعب وعادل كمان، الاثنين بالنسبه لي واحد يا رباب. مفيش حاجه اسمها يعني ده صايع ده ظابط، ده ابن بالين ديلو ولا وزير الداخليه حتى. أظن ده ممكن يخليك تطمني شوية. ممكن. ممكن يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت رباب؟ أيوة أنا رباب. تليفون يا رباب. تليفون؟ مين؟ عمتي. لو أنا إيه اللي جاب عمتي هنا؟ ألو؟ عمتي؟ طب اديني أمارة. أمارة، عايزة أمارة. أيوة يا عمتي، هما مين اللي عندي دول؟ هربات يا حبيبتي، تعالي تعالي يا دناي. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيبتي. اتفضلي. يزيد فضلك يا بيه. كويسة يا عمتي؟ أنا تمام يا حبيبتي، ما تخافيش يا رباب. خير يا باشا؟ أنت رباب؟ وانت بعت يا اخويا تجيبني بالاسم عشان تسالني دلوقتي اذا كنت انا هي ولا لا؟ ما شاء الله، ده انت لسانك سابقك كمان. كتر الغلب يا باشا نطق الحجر. معلش والنبي يا بيه، اصل انا ما احبش اكون على عمايه. هو انت مين؟ انا عبد الفتاح الكومي. مين يعني عبد الفتاح الكومي؟ انا ابو الرائد عادل الكومي. جاتني نينا، ما هي باينه من اولها. شفتي يا عمتي، انا طول عمري كده لازم اكون زي المدب والحماره، ما القطهاش كده عمري وهي طايره. عبد الفتاح الكومي وعادل الكومي، صح كده؟ امر يا باشا. اتفضلي يا رباب. 150 الف جنيه عدا ونقدا. اشمعنى؟ شوف يا رباب، انا طبعا ما يرضنيش ان ابني يعمل معاك العمله الحقيره اللي عملها، بس يعني في النهاية هو ابني، يعني ضنايا والضنا غالي زي ما انت عارفة. فببساطة يعني أنا بدفع لك 150 ألف دول في نظير قبولك اعتذاري عن اللي عمله ابني، فاش حاجة يعني. قلت ايه؟ طب وانا يعني يا باشا لو ما قبلتش الاعتذار ما ادخلش؟ تاخديهم ازاي بقى يا رباب؟ كفرة يعني. رباب بص يا بنتي، كومي باشا مقدر زعلك وزعلي،
وبصراحة مش عاجبه إن احنا نعيش في الحتة الملطوطة اللي احنا فيها دي. والراجل الباشا بيفكر لقدام تفكير ناس كبار، واحنا لو فضلنا في الحتة اللي احنا فيها احنا مش هنسف حالنا، هنبقى ملطشة للي يسوى واللي ما يسواش. الباشا عنده شقة كده على القد في اكتوبر، هيديها لنا وهيجيب لك عربية صغيرة تعمل بيها مشاويرك يا حبيبتي، وهيديك 150,000 جنيه تبدأ بيهم مشروع كويس عشانك انت لوحدك يا حبيبتي، وبكده هنترحم من بهدلة الارصفة وجري البلدية ورانا كل شوية يا ضنايا. قلت ايه يا بنتي؟ انت بتقولي ايه يا عمتي؟ بقولك يا عمتي، انت الكبيرة وكلامك يمشي عليا وعلى اللي يتشدد لي، بس خليكي فاكرة ان انت يا عمتي اللي بتتشدديني في الدنيا دي. ايوه يا حبيبتي ايوه. بقولك ايه يا عمتي؟ ايوه يا رباب. انت عايزه تسيبي المنطقه ولا تلزمك العربيه ولا حتى الشقه؟ اسمعي يا بنت، افهمي كويس قوي انت قاعده قدام مين. اقسم بدين الله انسفك قبل ما تخطي منها خطوه واحده. بقولك ايه يا باشا، احنا هنا في ملعبك يعني عندك، لو تقدر تنسف يا اخويا انسف، ولا تكلف على روحك شقه وعربيه وفلوس وشي وشويات على ايه؟ اقسم بشرفي اخليكي تتمني الموت وما تطلقهوش. وماله يا اخويا، احنا قلنا ان مفيش حد بياخد غير نصيبه، يعني ايه هتبقى موته ولا اكتر؟ امي بينا يا عمتي. سلام عليكم يا باشا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. انا خلاص حطيت صوابع العشرة منك في الشقه يا مرفت. ليه بس ياما؟ هو انا قصرت في حاجه؟ روحان ورحت، قاعده وقعدت، فنجلت عينين وفنجلتها على الاخر لدرجه ان الراجل ما كانش بيكلم حد غيري في القعده ياما. هي مره واحده بس يتيمه لما امريكاني اداله نمره من على الموبايل بتاعه، بس كنت خطيف كتيم يعني. وما عرفتيش نمره مين دي يا بت؟ يا لهوي، هعرف ازاي بس؟ كنت هاخد من الراجل الموبايل بتاعه، المستمع عاقل. مستمع عاقل؟ وانا اللي بتكلم؟ يعني انا مجنونه يا بت؟ بقول لك ايه؟ انا ما قلتش كده، ما تقوليش كلام ما قلتوش. ما انت اللي بتلقح اهو. خلاص سحبته. ايوه كده، تأدبي. انا عارفه خلفت ايه دي بس يا ربي. طب قولي لي يا بت، الراجل يعني ما لمحش معاكي بحاجه كده ولا كده؟ حاجه ايه يعني؟ اي حاجه يا بت. معاه تلفون؟ لا لمح. بجد؟ ايوه كده، بردتي قلبي. ها عمل ايه؟ اداني نمره التليفون. بجد؟ فين؟ اهي اهي اهي. فين يا بنت؟ فين؟ اهي ياما، على ستيكر هذا العطر. بصي ياما، هذا العطر؟ هو رزه بيتكلم كده. بصي بقى، ده النمرة الخصوصي بتاعته، أما بقى النمرة اللي على الكارت الورق دي نمرة البيزنس وبس. اسكت ياما، أمريكاني كان عايز يشقطها في جيبه، بس أنا بقى خدتها منه على طول. طب قولي لي يا بت، كلمتي؟ لا. إلهي ربنا يسد نفسك يا بعيدة، إلهي ربنا. مش عايزة أدعي عليكي. من ذوقك، من ذوقك يا حاجة. عمر باشا. يا صابر، في اخبار كويسه. قول. قبضنا على سالك. ابعتهولي. تحب اجيب محضر وناخد اقواله بالمره؟ انا عايزه لوحدي. ضلع.
اسمك ايه يا هلا؟ عبد الرحمن منتصر يا باشا. بص لاسي هلا. عبد الرحمن محمد منتصر يا باشا. اسم الشهرة سالك؟ مظبوط يا باشا. تسوق شقة أو أسالك؟ على قد يا باشا. بقالك قد إيه شغال مع المعلم؟ جيمك كده 3 سنين. لا بس واضح إنه بيعزك أوي. نحمد ربنا يا باشا. الحمد لله على كل شيء طبعًا. أنا قصدي يعني إنه مقربك منه زيادة حبتين. بياخدك معاه في القعدات التقيلة أوي. فضل وعدل يا باشا. فك له الكلبش. ما فاتش عليها كتير العزومة دي يا سالم. مش كتير يا باشا، قيمت يومين كده. تفتكر ايه اللي ممكن يكون موجود في الفلاشة اللي مع المعلم دي؟ محدش فينا خد باله يا باشا، انا اول مرة اشوفها دلوقتي. يا راجل يعني لازم تاخد بالك عشان تعرف اللي فيها. ده انت قديم وبقالك 3 سنين شغال معاه، يعني ممكن تعرف اللي فيها من غير ما تشوف. المعلم امريكاني لسه مقربني بيه من شوية، يعني هو ما بيستأمنش حد في شغله. ايوه شغل ايه بقى؟ شغله يا باشا اللي هو ايه يعني؟ معلم امريكاني اسمه مش قليل يعني في سوق الصين يا باشا. انهي الصين يا سالك؟ رفايع يا باشا، رفايع من البلالين لا مؤاخذة لحد البلايستيشن. اه سالك كده شكله ناويها ناويها صاوي. الساعة كام في ايدك؟ 5:30 يا باشا. بص يا سالك، انا اقول لك كلمتين يا ابني ابرك من 10. انا هقوم اروح واسيبك لحد بالليل، متاخر قوي. سيبك بقى تقعد مع نفسك تفكر كده وتدورها في دماغك وبراحتك. ناوي يا ابني تكمل على الطريقة دي ولا ناوي تغير؟ وانت ودماغك يا سالك اربطه بالكلبش وحطه في الحجز. تمام يا باشا. قدامي معلم امريكاني، معلم امريكاني، معلم امريكاني. مالك ولا تلقى؟ هتسيح من بعضك ليه يا لوح؟ سالك سالك اتمسلك. اتمسك منين؟ قفش الظابط بتاع حملة مخازن بولاقة يا معلم. يا ستي انسى الكلام. من 3 ساعات بالظبط يا معلم. معاك تليفون المحامي حليم؟ طبعا يا اخويا معايا. كلميه وخليه يجي هنا فورا حتى لو كان في فرشته. هاي يا خالد. هاي. انت مش اونلاين؟ لا في حاجه؟ ممكن تدخل تبص وبعدين نتكلم؟ اوكي اوكي باي باي. انا هاجي معاك لندن بس مش هتعزمني على اي حاجه غير التذكرة، وانا هتصرف في كل حاجة تانية هناك.
ألو بجد؟ بجد. طيب أخبار باسبورك إيه؟ تمام جداً، بس المهم الفيزا. أنتي ما سافرتيش يوروب قبل كده؟ يا ابني سافرت كتير. طيب يبقى سهلة. طب أنت قدمت باسبورك لإدارة الجامعة؟ لا لسه، عايزة أطلع الباسبور الجديد الأول. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ ولا حاجة، بخلص شوية مذاكرة. أوكي، وأنا هعمل زيك ونتكلم تاني أونلاين. أوكي يلا باي. باي. أغير دفتر المذكرات ده، عايز الباسبور الجديد الصغير. يا سلام، بسيطة طبعا، بكرة تيجي معايا وابعت معاك حد يخلصها لك في ثواني. إيش عليك يا كابتن. يلا بقى يا عم، بتعمل ايه؟ سيبهم العسكري داخل. يا عم ما بحبش دوشة، خلينا نخلص. حلو يا عبد الله، رزقك في رجليك يا معلم، عمتك بتحبك. قلق ايه ده يا باشا؟ ده بهزار ولا بجد يا باشا؟ لا اوزي نفسك معايا لا ازعلك. تمام يا باشا، بهزر معاك يا عبد الله. ربنا يخليك يا باشا. عمر بيه، المتهم عبد الرحمن متصل بره مع العسكري. دخله ودي الحاجه دي للعسكري يخلص منها واخش معاه. تحت امرك يا باشا.